متابعين الاعزاء السلام عليكم، حياكم الله معنا من جديد. احنا اليوم عندنا سياره مميزه من شركه هونداي لهونداي سانتا في موديل 2024، خلونا نتعرف عليها مع بعض. هونداي سانتا في بالتاكيد واحده من ابرز سيارات شركه هونداي ومن اهمها المتوفره في الاسواق العالميه، وكانت بالتاكيد واحده من انجح سيارات هونداي كسياره عائليه ذات ثلاث صفوف مقاعد، تتميز بالتصميم الجميل والأداء الجيد والمساحة الجيدة الداخلية وأيضا السعر المناسب. بالتأكيد السيارة اللي معانا هنا تعتبر جيل جديد بالكامل من شركة هونداي، سواء في التصميم الداخلي الخارجي أو حتى المحرك الخاص فيها، يعني تقارنها بالموديل اللي قبلها سيارة جديدة بالكامل. من أبرز طبعا التغييرات الموجودة في السيارة هذه الواجهة الأمامية الخاصة بالسيارة، بالتأكيد زي ما شايفين هنا إضاءة جانبية على شكل حرف H ممتدة على الشبك الأمامي اللي جاي باللون الأسود مع شعار شركة هونداي جاي باللون الأسود أيضا. الكاميرا الأمامية مدمجة في الصدام مع فتحات تفتح عند قيادة السيارة لمعطاء مزيد من الهواء للمحرك، فتحات أيضا تهوية موجودة بالجانبية. عندنا في الأسفل الحساسات الخاصة بالتوقف وأيضا الحساس الخاص مثبت سرعة التكيفي. لمسات جميلة وأنيقة. في الأعلى عندنا الكاميرا الخاصة بالتنبيه على الخروج على المسار. تستمر خطوط التصميمية حتى في جانب السيارة، لمسات أنيقة وعصرية بالتأكيد في السيارة هذه بدون تكلف. عندنا رفرف الأمام الخاص بالسيارة كسرة جميلة جدا وعليه مزيج من البلاستيك مع الحساس الخاص بالتوقف. المراية الجانبية عليها طبعا الإشارة الخاصة بالسيارة، كاميرا 360 درجة، وأيضا عندنا التنبيه على الخروج على المسار. الأبواب الجانبية تصميم ناعم وأنيق في نفس الوقت يعطي انطباع كأنها سيارة أوروبية. مزيج من البلاستيك باللون الأسود في الأسفل. عندنا طبعا النوافذ الجانبيه جايه منفرجه او واسعه من الامام ومنحنيه وايش ونحيفه من الخلف لاعطاء لمسه انيقه، وعليها طبعا زيج باللون الاسود لاعطاء الاحساس بايش كان السقف منفصل عن باقي السياره اللي يسمونه فلسفه الايش السقف العائم. تصميم جميل جدا ولمسات انيقه في السياره هذه بالتاكيد. الجنوط الخاصه بالسياره مقاس 21 جايه من الالمنيوم مكحله باللون الاسود بالكامل بتصميم جميل جدا. تستمر خطوط التصميم حتى في الواجهه الخلفيه الخاصه بالسياره، تصميم جديد بالكامل بالتاكيد للسياره هذه من شركه هونداي. عندنا مشكل الهواء العلوي مع الاضاءه الخاصه بالتوقف. اسم السياره بالتاكيد سانتا في بشكل بارز جدا مع ايش الشعار الخاص بالشركه. الاضاءه الخاصه بالسياره الخلفيه جايه على شكل حرف اتش مثل ما شفناها في الاضاءه الاماميه. عندنا الكاميرا الخلفيه طبعا، وعندنا صدام جاي بلون السياره نفسها. في الاسفل عندنا مشكل الهواء السفلي مع الحساسات الخاصه بالتوقف. تستمر خطوط التصميم حتى في داخل السياره، لمسات انيقه وعصريه بالتاكيد من شركه هونداي لسياره سانتا في. عندنا شاشه الاعدادات مقاس 13 بوصه وايضا شاشه المعلومات. عجله القياده جايب تصميم مختلف، والشعار حق شركه هونداي مثل ما شفناه بسياراتهم الجديده جايب تصميم مختلف عن علامه الاتش اللي تعودناها. الازرار الخاصه بالتحكم طبعا مثبت سرعه التكيفي ونظام الصوتي وغيره، وعندنا الاذرعه الخاصه بتبديل الجير. والجير الخاص بالسيارة زي ما شايفين هنا جاي معانا بتصميم مختلف عن العادة، جاي في الجنب مثل ما شفناه بأغلب سيارات هونداي في السنوات الأخيرة، موديلات الأخرانية الموجودة عندهم. طبعا شاشة المعلومات اللي عندنا هنا فيها طبعا القبلة، فيها التحكم بأنظمة التكييف والنظام الصوتي وغيره، كله عن طريق الشاشة هذه باللمس. وفي أيضا عندنا أزرار هنا موجودة، وهذا الشيء مرحب فيه دائما، أزرار تقليدية فيزيكال زي ما يسمونها عشان تقدر تتحكم بالأنظمة الصوتية وتتحكم بنظام التكييف وغيره بكل سهوله من الازرار الموجوده هنا اثناء قياده السياره، عوضا عن صرف انتباهك عن الطريق اثناء تغيير الاعدادات في الشاشه. عندنا طبعا وضعيه القياده موجوده عندنا، الاوتو هولد، نزول من الهضبه، الكاميرا 360 درجه خاصه بالتوقف وايضا مساعد التوقف. في الاسفل هنا عندنا طبعا شواحن يو اس بي تايب سي، وعندنا ايضا قاعدتين للشحن اللاسلكي. هذه صراحه اول مره اشوفها بسياره، بالعاده نشوف قاعده واحده بس، هذه ميزه تحسب للسياره بالتاكيد. وعندنا طبعا في الاسفل مساحه تخزينيه ايضا مع مدخل شاحن 12 فولت، فتحتين خاصه بالاكواب موجوده هنا. الخامات المستخدمه منها طبلون من الجلد المبطن بالاسفنج، وعندنا تخشيبات تقليديه موجوده هنا. صراحه ما اتذكر اخر مره شفت سياره فيها التخشيبات هذه، هاي نقطة تحسب السيارة بالتأكيد. وعندنا هنا فتحة خاصة لتبريد الأشياء وغيرها، هنا مساحة تخزينية أيضا عندنا وفي الدرج أسفل. زيج من الألمنيوم المصقول ممتد مع التخشيبات على الأبواب الجانبية، والمقاعد الخاصة بالسيارة جاية من الجلد
المطرز والمخرمة بتصميم جميل جدا، يتم التحكم فيها كهربائيا، وفيها نظام التبريد المقاعد، سماعات الخاصة بالسيارة من نوع بوس، مع طبقة ناعمة جميلة من الشمواه ممتدة على طول سقف الخاص بالسيارة والأذرعة الخاصة فيها الموجودة هنا. تصميم داخلي بصراحة رائع جدا ومختلف عن العادة مثل ما شفناه بالسيارات هونداي التقليدية. السيارة توفر بالسوق السعودي بخيار واحد محركات، محرك 2.5 لتر، نظام جي دي اي، نظام حقل وقود مباشر، مع شاحن تيربو يولد قوة 281 حصان، مربوط بالسرعات من 8 نسب أمامية، دبل كلتش، نظام طبعا دفع أمامي أو دفع رباعي حسب الفئة اللي تطلبها. المحرك هذا مصنف شكل وقود خاص فيه 13.5 كيلو متر لكل واحد لتر، رقم جيد جدا لسيارة بنفس الحجم هذا. جربنا السيارة داخل المدينة وخارجها اليوم، أداء المحرك جدا ممتاز أثناء قيادة في الطرق داخل المدينة، سلس في تبديلات الجير الخاصة فيه، وأيضا نعومة في إيش توفير الطاقة أثناء قيادة السيارة في السرعات المتوسطة والمنخفضة. السيارة توفر فيه ميزة تشغيل عن بعد، ضغط زر الإقفال، نعلق على زر التشغيل، تشتغل معنا السيارة. زي ما شايفين هنا في الصدام الأمامي فتحات انفتحت للتهوية لإعطاء تبريد أكثر للمحرك أثناء سير السيارة في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك. وأيضا عندنا بالريموت هنا نقدر نقدم السيارة ونأخرها لإخراجها من المواقف الصعبة، نعلق على زر تقديم السيارة. زي ما شايفين السيارة مشت معانا على قدام، وبالعكس نضغط على الخلف السيارة ترجع للخلف لإدخالها مثلا مواقف ضيقة وغيرها بكل سهولة. المقاعد الخاصة بالسيارة مساحتها جيدة جدا ومريحة، ويتم التحكم فيها بالفعل موجود عندنا هنا كهربائيا، وأيضا فيها دعم لسبورت ليش أسفل القدمين، هذه أول مرة أشوفها صراحة بسيارة زي كذا بالنسبة للراكب. وأيضا طبعا في تبريد مقاعد وتسخين للفئة الموجودة عندنا هنا. السيارة من الداخل مساحة مخصصة للركاب ممتاز جدا، وزارة التحكم بوضعيات القيادة والنظام الصوتي والنظام التكييف وغيره سهلة جدا عن طريق الأزرار الموجودة عندنا هنا وطريق شاشة اللمس الخاصة بالمعلومات. السيارة بالتأكيد مشحونة بكثير من ضمن السلام والأمان والتقنيات الحديثة مثل ما تعودناها من شركة هونداي. من أبرزها طبعا مانع الإغلاق ومانع الإنزلاق، ثبت سرعة التكييف، تنبيه على الخروج على المسار، التنبيه ضد الاصطدام، مساعدة هوائية، شاشات مقاس 12.3 بوصة، أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، أوتو هولد، النزول من الهضبة، والكثير والكثير ميزات بالتأكيد من شركة هونداي. جربنا السيارة خلال اليومين اللي فاتوا داخل المدينة وخرجها على عدة سرعات. العزل الخارجي الخاص بالسيارة ممتاز، العزل الأرضي جيد جدا، مطب السيارة جيد جدا رغم أنه وجود إطارات مقاس 21. التكييف الخاص بالسيارة حاليا درجة الحرارة حول 40، ما شاء الله تبريد ممتاز جدا خاصة مع وجود تبريد المقاعد، وأيضا خاصية أنك تشغل السيارة عن بعد أثناء وجودك داخل البيت مثلا، علشان مكيف يشتغل يبرد السيارة من الداخل قبل الخروج برا خاصة في الظهريات. أداء المحرك الخاص بالسيارة أداء ممتاز جدا، 2.5 لتر بشاحن تيربو 281 حصان، أداء رائع جدا، سلاسة في تبديلات الجير الخاصة فيه، دبل كلتش، واستجابة المحرك ممتاز جدا عند طلب القوة في السرعات المتوسطة والسريعة وأيضا المنخفضة، وهذا ميزة حساب السيارة بالتأكيد. وأعتقد أن المحرك هذا ربما يكون من أفضل المحركات من فئة الأربع اسطوانات في السيارات نفس الفئة هذه الموجودة في الأسواق حاليا. انطباع النهائي عن هونداي سانتا فيه موديل 2024، التصميم الخارجي فيها من ناحية الواجهة الأمامية والتصميم الجانبي، التصميم الخلفي مسألة أذواق، أعجب جدا بمساحة الداخلية المتوفرة في الجيل الحالي عنها عن الجيل السابق، وأيضا تجهيزات المواد الخام المستخدمة داخل المقصورة بصراحة خامات ذات جودة جيدة جدا تعطي أناقة وفخامة للسيارة بالتأكيد المجربة عندنا هنا. ايضا اعجبت بالعزل الخارجي الخاص بالسياره والعزل الارضي الموجود فيها، نظام التكييف بالتاكيد من افضل الانظمه التكييف المتوفره حاليا بالاسواق بالفئه هذه، قياده السياره سلسه وناعمه بفضل المحرك اللي استجابته جدا جيده، وايضا تبديلات الجير السلسه في الدبل كلتش الموجود عندنا هنا. اما بالنسبه للملاحظات، السياره جيده في الاسواق، شخصيا ما اشوف اي ملاحظات حاليا على السياره هذه، بخلاف طبعا ملاحظه ذكرتها من قبل في سيارات هونداي الجديده اللي هي وضعيه الجير الموجوده حاليا اللي تحتاج الى التعود،
وبالنسبة للواجهة الخلفية الخاصة بالسيارة مسألة الوقت، بخلاف ذلك سيارة جيدة جدا مثل ما قلت، بالنسبة للفئة المتوسطة والدنيا يعتبر سعرها ممتاز جدا للراغبين بسيارة عائلية ذات 3 سفور مقاعد. ختاما اخواني الاعزاء، التجربة هذه عجبتكم، اتمنى عدم ترد تطرح اقتراحات او اراء تساهم في تطوير قناتنا. تابعونا لكل موجود مفيد في عالم السيارات. معكم اخوكم صالح حمود من قناة كازا مور سيارات واكثر. تحياتي لكم.